أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة القوات الروسية في سوريا أبرمت بوساطة مصرية اليوم اتفاق خفض تصعيد في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق. قالت الوزارة إن الجانبين قررا بموجب الاتفاق المبرمي تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من اليوم 22 من يوليو تموز. اعتبر السناتور الأمريكي جون ماكين قرار وقف برنامج تسليح المعارضة السورية بأنه غير مسؤول وقصير النظر ويخدم المصالح الروسية، حيث عبر ماكين في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسناتور: إذا ثبتت صحة هذه التقارير فإن الإدارة تلعب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشدد ماكين على ضرورة أن تكون إزالة الأسد من السلطة أمرا أساسيا في الاستراتيجية الأمريكية كجزء من إنهاء الصراع الوحشي في سوريا. سبق الإعلان الروسي سقوط 5 مدنيين من بينهم قتيل وأيضا قتلى وجرحى إثر قصف جوي استهدف الأحياء السكنية في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية. في هذه الأثناء شنت طائرات حربية يرجح أنها للنظام شنت 4 غارات جوية على بلدة عين ترمة، واقتصرت الأضرار على الماديات. أعلنت الشرطة الدولية قائمة من 173 إرهابيا ينتمون لداعش يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط. وتعتقد دول أوروبية عدة أنه مع تراجع داعش في العراق وفي سوريا فإن مخاطر شن متطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد، لا سيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين إلى بلادهم. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مطروح غرب مصر التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط. وجرى الافتتاح بحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة والأمير خالد الفيصل أمير مكة والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي. توصلت دراسة طبية إلى فعالية عقار ميتافورمين المخفض لمستوى السكر في الدم في تقليل مخاطر وفرص الإصابة بالجلوكوما المياه الزرقاء بين مرضى العين. فقد وجد الباحثون أن عدد المرضى الذين تناولوا أكبر قدر من الميتافورمين خلال فترة الدراسة والتي استمرت على مدى 10 زيارات انخفض بنسبة 25% من خطر الجلوكوما مقارنة بالمرضى الذين لا يتناولون العقار. يتم الموجز، شكرا للمتابعة.